بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الرابع لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنواصل الحديث عما تم التوصل إليه في نهاية اللقاء الماضي. والذي كان لموضوع المصارف الإسلامية والفروقات الجوهرية بينها وبين البنوك التقليدية، ومن ثم سننتقل للحديث عن الهيكل الإداري والتنظيمي للبنك. ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع وواضح لدى الجميع. الصوت مسموع واضح لدى الجميع يا أخوان؟ إذن لنبدأ على بركة الله. تعرفنا في اللقاء الماضي عن صيغ التمويل الإسلامية، وذكرنا المرابحة للآمر بالشراء وهي تمويل للاحتياجات الفردية على أساس أن يقوم البنك بشراء السلع بناء على طلب العميل، ومن ثم بيعها بعد تملكها له، ويمكن استخدام هذه الأداة لعمليات فتح الاعتمادات المستندية الداخلية والخارجية، كما أنها تستخدم للتمويل الاحتياجيات الفردية. أيضا بيع السلم وهو عقد على موصوف بالذمة يتم دفع الثمن فيه مقدما، ويعتبر أداة مهمة ل التمويل الزراعي. أيضا من صيغ التمويل الإسلامية ما يعرف بالاستثناء، وهو العقد المناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية، الإجارة على شقيها، التأجير التشغيلي بحيث يقوم البنك بشراء الأصول القابلة للتأجير، ومن ثم تأجيرها لجهات أخرى لتشغيلها لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بمبلغ محدد مسبقا، ومن ثم إعادتها للبنك. وهنالك ما يسمى بالتأجير التمويلي أو ما يعرف حاليا بالتأجير المنتهي بالتمليك، بحيث يقوم البنك بشراء الأصول التي يرغب بها العميل وتملكها من قبل البنك أولا، ومن ثم تأجيرها لذلك العميل لفترة زمنية محددة وبأجرة معينة يتم الاتفاق عليها، على أن يوعد العميل بملكية هذا الأصل بالكامل بعد انتهاء المدة المتفق عليها. المضاربة وهي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، ويكون البنك فيها هو صاحب المال. وفيما يتعلق بالأرباح، ألا يكون المبلغ مقطوعا وألا يتم توزيع الأرباح إلا بعد استرداد رأس المال، ويكون الربح هنا على نحو كسري أو بشكل نسبة مئوية. تمويل المشاركة وهي على أسلوبين. الأسلوب الأول المشاركة الثابتة، وتقوم على أساس تملك كل من البنك وشركائه حصص أسهم ثابتة حتى نهاية المشروع. وهنالك ما يسمى بالمشاركة المتناقصة، وهي المنتهية بالتمليك للعميل، وتقوم على أساس تملك البنك والعميل الشريك حصص أسهم في مشروع ما حسب الاتفاق، على أن يقوم العميل بشراء حصة البنك تدريجيا، إما من عائد المشروع نفسه وإما من مصادر خاصة لذلك العميل. هذا كل ما يتعلق بصيغ التمويل
الإسلامية، واضح؟ أحسنتم. لعلنا ننتقل الآن للحديث عن الهيكل الإداري والتنظيمي للبنك، حيث تقوم البنوك بعدة وظائف، من أهم هذه الوظائف هي فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع، سواء حسابات جارية اعتيادية أو حسابات ادخار لأجل أو بإشعار. أيضا من وظائف البنوك منح التسهيلات الائتمانية على مختلف أنواعها، تحصيل كذلك الأوراق التجارية، بيع وشراء الأوراق المالية، تقديم التسهيلات الائتمانية غير المباشرة مثل فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، أيضا التعامل بالعملات الأجنبية بيعا وشراء، وكذلك إصدار الشيكات السياحية والعمل بإجراء الحوالات سواء الداخلية أو الخارجية، تأجير كذلك صناديق الأمانة للعملاء لحفظ المستندات. هنالك ثلاثة أهداف رئيسية لكل بنك، ألا وهي هدف الربحية وهدف الأمان وهدف السيولة، بحيث ألا يتم التعارض بين هذه الأهداف. ذكرنا أن الوظيفة الرئيسية للبنك هي قبول الودائع، لذا سميت هذه البنوك ببنوك الودائع، ببنوك الودائع. وكما ذكرنا عند ذكرنا للفروقات الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، وجود هيئة رقابية شرعية في الهيكل التنظيمي للبنك الإسلامي، إلا أنها لا توجد في البنوك التقليدية. والهدف الرئيسي من وجود الهيكل الإداري هو عملية تنظيمية لأي مؤسسة، وحتى لا تتضارب الأهداف الفرعية لكل قسم من هذه الأقسام، وإنما تكون أهداف تكاملية بحيث تصب في الهدف الرئيسي لوجود ذلك البنك. لابد من وجود التسلسل الهرمي، أي وجود رئيس واحد لكل مرؤوس، وذلك لتفادي تضارب الصلاحيات بين الموظفين. أيضا وجود المرونة بحيث يتم الفصل بين الوظيفة والشخص الذي يشغلها. التخصص أيضا وتفويض السلطة بحيث ألا تكون سلطة مركزية. نأتي الآن إلى الأقسام الرئيسية للبنك. لكل بنك هنالك مجلس إدارة، ويوجد رئيس للمجلس الإدارة، ويوجد رئيس تنفيذي. هنالك قسمين رئيسيين لكل بنك، ألا وهي إدارة المخاطر وكذلك التخطيط الاستراتيجي، وكلا هذين القسمين الرئيسيين يعودان إلى رئيس مجلس الإدارة مباشرة وكذلك للرئيس التنفيذي، كما أنه يوجد قسم آخر يعود مباشرة إلى الرئيس التنفيذي، ألا وهو الرقابة الداخلية. ومن ثم تأتي بقية الأقسام، نبدأها بالتسويق والعلاقات، بحيث تكون المهمة الرئيسية لهذا القسم هو تنفيذ حملات دعائية وإعلانية لمنتجات ذلك البنك وعملية تسويقية لها. قسم الخزانة والاستثمار، وهذا المهمة الرئيسية له هو إجراء عمليات بيع
وشراء العملات الأجنبية. قسم المالية ويختص في إدارة وتدقيق الحسابات وإعداد القوائم المالية مثل قائمة المركز المالي والأرباح والخسائر وكذلك التدفقات النقدية. قسم التقنية والعمليات، وهذا القسم مختص بإيجاد المساندة للفروع والإدارات الأخرى سواء فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق العمليات المالية أو تقديم الحلول التقنية المناسبة. قسم مهم جدا ويكثر أهميته في البنوك الإسلامية ألا وهو الموارد البشرية. من مهمة هذا القسم هو التوظيف، وقبل عملية التوظيف إيجاد فرص تدريبية لأبناء المجتمع، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم لما هو أو تأهيلهم للفرص الوظيفية القادمة. قسمين آخرين أيضا متعلقين بعمليات التمويلية، أولها بالمصرفية الأفراد، وهذا متعلق بعملية التمويل للأفراد ومعاملات الأفراد بشكل عام. والقسم الآخر ألا وهو مصرفية الشركات، وهذا يتعامل من مسمى مع الشركات وكيفية إقرار تلك الشركات والتعامل مع هذه الشركات سواء في الحسابات الجارية أو الحسابات الادخارية والاستثمارية أو فيما يتعلق بالقروض. هذه معظم الأقسام المتعلقة بالبنك. طبعا كما ذكرنا قبل قليل هذه الأقسام ليست تنافسية وإنما هي تكاملية مع بعضها البعض لتصب في الهدف الرئيس من إيجاد هذا البنك، وهو هدف الربحية وتحقيق أو إيجاد السيولة الكافية للعملاء، وكذلك إيجاد الأمور الاستثمارية ومنح التسهيلات والقروض لمحتاجي هذه الأموال للعمليات الاستثمارية أو لإشباع الحاجات الفردية الخاصة. واضح يا أخوان؟ واضح يا اخوان؟ طيب لعلنا ننتقل الآن إلى الخدمات المصرفية. نبدأها أولا بخدمة الصرف والمتعلقة ببيع وشراء العملات وتبادل هذه العملات. كما ذكرنا في البنوك الإسلامية تتعامل ببيع وشراء العملات، ولا بد أن يكون عملية الصرف فورية أيدا بيد. أيضا من الخدمات التي تقدمها البنوك عملية إصدار الفيزا أو الماستر كارد، بطاقات الفيزا والماستر كارد، حيث تمكن العميل من استخدام هذه البطاقات فوق الرصيد المتاح له بحيث يعيد هذا المبلغ في غضون 45 يوم. في حال تجاوز المدة المتفق عليها والتي تنص على أنها 45 يوم في كثير من البنوك، فإن البنك التقليدي يقوم باحتساب فوائد على ذلك
المقترض أو من استخدم البطاقات الفيزا والماستر كارد، بينما فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية عند استخدامهم أو عملاء هذه البنوك لهذه البطاقات الفيزا والماستر كارد وعدم السداد في خلال المدة المتفق عليها وهي 45 يوم، فإنه يعتبر ذلك البنك الإسلامي يعتبره قرض حسن ويلزم العميل سداده لاحقا. ما هو تعريفنا لبطاقات الائتمان؟ هي مستند يعطيه البنك لشخص بناء على عقد بينهما يمكنه من سحب النقود وشراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا يعني كاش، وإنما يدفعه من خلال هذه البطاقات. ما هي الفائدة أو الفائدة من استخدامنا كعملاء لهذه البطاقات؟ هو وجود قرض من البنك على هيئة وفاء به لاحقا، ممكن استخدامه أو يمكننا البنك من استخدام هذا المبلغ لعمليات شراء لأي منتجات أو خدمات، وعلى أن يتم السداد لاحقا في خلال 45 يوم. طبعا الكثير من البنوك قد لا يمكن الشخص من السحب من خلال هذه البطاقات، ولكن بعض البنوك تمكنه والبعض الآخر لا يمكنه، والبعض الآخر يمكن ولكن برسوم أيضا. ما هي فوائد إصدار مثل هذه البطاقات الائتمانية بالنسبة للبنك؟ هو توظيف المصرف أمواله من خلال البطاقات الائتمانية، أيضا كسب أكبر قدر ممكن من العملاء، ويلزم للحصول على مثل هذه البطاقات يلزم البنك عملائي بفتح حسابات جارية لديه. ما هو الفرق بين هذه البطاقات الائتمانية والبطاقات الصراف الآلي الاعتيادية؟ أن بطاقات الصراف الآلي الاعتيادية لا تمكنك من السحب فوق الرصيد الموجود في حسابك الجاري، بينما البطاقات الائتمانية من الممكن في غضون حد ائتماني يكون متفق عليه بينك وبين ذلك البنك على أن يسدد في خلال 45 يوم. طبعا كما ذكرنا فيما يتعلق بعملية استخدامها، في حال استخدامك لهذه البطاقات وسدادك خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بإذن الله لا تدخل في إشكالية الربا، ولكن عند استخدامك لهذه البطاقات وعدم سدادك خلال 45 يوم قد يضطر البنك إلى حساب أو يعني يحسب عليك فوائد نظير هذا المبلغ، وبالتالي تدخل في عملية إشكاليات الربح وهو المحرم شرعا، ويجب على المسلم الابتعاد عن بالكلية. طيب من الخدمات أيضا المقدمة من قبل البنوك ألا وهي الشيكات السياحية، وهي شيكات تصدرها بنوك أو شركات مالية كبيرة، وذلك لتلبية رغبات وحاجات المسافرين والسياح، وتصدر أيضا بجميع العملات، وهي مقبولة للصرف لدى جميع البنوك والصرافين في أنحاء العالم. تمتاز بعدم التقادم كونها لا تحمل تاريخ للإصدار أو الصرف. أيضا نعم يستطيع استخدامها متى ما أراد. أحسنت. نعم الشيكات السياحية واضح. أيضا من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك بيع وشراء الأسهم وتحصيلها
وكذلك الاكتتابات الأولية بحيث تكون وسيط لهذه الشركة لإصدار أسهمها وتحصيل مبالغ هذه الأسهم من الأفراد والشركات. لعلنا ننتقل الآن للحديث عن ما يسمى بالمقاصة، وهي تسوية الشيكات بين البنوك لدى غرفة المقاصة. وين؟ في البنك المركزي. نلاحظ هنا أنها يتم تسويتها في غرفة تسمى غرفة المقاصة لدى البنك المركزي، وذلك لتأمين عملية الانتقال الفعلي للأموال بتحصيل حقوق كل مصرف تجاه الآخر بعيدا عن المخاطر. مثال على ذلك، لنفترض أنني قمت بعملية تحرير شيك بقيمة 50,000 ريال مسحوب على حسابي لدى بنك الراجحي بقيمة 50,000 ريال، وأعطي لك وحسابك أنت لدى مصرف الإمة لنفترض، ورغبت بإيداع هذا الشيك أو مبلغ هذا الشيك في رصيدك في حساب الإنما، فما عليك إلا تقديم هذا الشيك لمصرف الإنما وطلب إيداعه في الحساب. إلا أن هذه العملية لعملية تسوية الحسابات بين الراجعي وبين الإنما في قيمة 50,000 ريال قد تأخذ إلى 3 أيام عمل، لأنه يرسل هذا الشيك إلى غرفة المقاصة في البنك المركزي، وذلك للتأكد أولا من وجود رصيد كافي في البنك أو مصرف الراجحي، ومن ثم انتقاله إلى حسابك أنت لدى مصرف الإنما بقيمة 50,000 ريال. واضح؟ هذا ما يسمى بتسوية الحسابات في غرفة المقاصة لدى البنك المركزي. ما هو الحساب الجاري؟ الحساب الجاري هو عبارة عن حساب دائن يعطي للمتعامل مع المصرف الحق في الإيداع به أو السحب منه في أي وقت يشاء، سواء نقدا أو بشيكات أو بإيصالات سحب نقدية أو من خلال بطاقات الصراف الآلي عبر الصراف الآلي، ويعتبر قرض تحت الطلب لا يتحمل المتعامل أي خسائر، وبالمقابل لا يستحق أي أرباح أو عوائد، ويلتزم المصرف بدفع جميع المبالغ التي بالحساب لصاحبها وعند الطلب. نلاحظ أن هنالك عدة طرق تستخدمها المصارف لفتح مثل هذه الحسابات. الأول منها ألا يتقاضى المصرف أي أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتبعه من خدمات مثل إصدار الشيكات وبطاقات الصراف الآلي بطاقات السحب. الثاني أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل فتح الحساب الجاري وما يتبعه من خدمات مثل إصدار الشيكات بمبلغ كذا وبطاقة الصراف العالي بمبلغ كذا. الثالث أن يتقاضى المصرف أجور مقابل ما سبق، إذا شرط هنا نقص رصيد العميل في الحساب عن مبلغ محدد. بعض البنوك الآن هنا في السعودية تقوم ب هذا الإجراء في حال أن نقص المبلغ عن أو الرصيد عن مبلغ معين، يقوم بتقاضي أو فرض رسوم على صاحب هذا الحساب.
الرابع أن يمنح المصرف فوائد للعميل مقابل وجود المبلغ في الحساب، وهذه الفوائد هي الفوائد الربوية التي ينبغي على المسلم عدم التعامل بها، ولكن البنوك التجارية توجد مثل هذه الفوائد الربوية لجلب بعض من العملاء لإيداع أو فتح حسابات لدى هذه البنوك، وهذا محرم يجب عدم التعامل به، وإنما الأصل هو لأن المبلغ المودع يستفيد منه البنك، فبالتالي الأصل ألا يتقاضى المصرف أي أجور مقابل فتح هذه الخدمة، وألا يتم منح ذلك المودع أي فوائد ربوية. طبعا يحق لصاحب هذا الحساب الإيداع متى ما شاء والسحب من هذا الحساب متى ما شاء. لعلنا نتوقف هنا، وذلك للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم قبل أن نطرح الكوز المتعلق بهذا اللقاء، ونكمل بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم، حيث سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن الحسابات الادخارية والاستثمارية سواء في المصارف التقليدية أو الإسلامية. فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام فليتفضل يا أخوان قبل أن نطرح الكويز. نعم، النوع الرابع كما ذكرنا محرم سواء بقليله أو بكثيره من الفوائد المعطاة لفاتح أو لفتح الحساب، لأنها تدخل في مسألة الربا يجب عدم التعامل بها. واضح؟ طيب أي سؤال آخر يا أخوان؟ طيب أي سؤال يا أخوان قبل أن نطرح الكوز؟ طيب لعلنا نطرح الكوز الآن، وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة نامل من الجميع الإجابة عليها في الوقت المحدد، وهي عبارة عن ثلاثة أسئلة. الكوز الآن أمامكم وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة نامل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. طيب نعمل من الجميع الإجابة على الكوز المعطى، وسنناقش هذا الكوز بمشيئة الله تعالى في نهاية الوقت المحدد للإجابة عنه.
طيب يا اخواننا، نعمل من الجميع المشاركة لحل مثل هذا الكوز، ونذكر الجميع بأهمية الكوزات التي تعطى في نهاية كل لقاء، أيضا أهمية التكليفات الذاتية التي تطرح في المنتدى، منتدى تدارس، حيث أن هنالك تكليف ذاتي أول تم طرحه في المنتدى، و محدد لكم خلال هذه اليومين يتم أو تتمكنون من الإجابة عليه، وفي نهاية الإجابة سيعطى لكم أيضا الحل النموذجي لهذه التكليفات. طيب، نعود للكوز لمناقشة هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. في السؤال الأول، وركز معي رجاء في الأسئلة هذه، يقول: أحد الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والتقليدية أن الأول يعتمد على المال كعنصر إنتاجي، مدى صحة هذه العبارة؟ أي أن البنوك الإسلامية تعتمد على المال كعنصر إنتاجي، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يعتمد على المال البنوك الإسلامية، ولا في الأصل أنها تعتمد على تعتمد على العمل كعنصر إنتاجي، فبالتالي هذه العبارة خاطئة، هذه العبارة خاطئة. واضح؟ السؤال الثاني يقول: المعيار الذي يفصل بين العمولة كأجر وأنها ليست ربا، هل هو تحديد مبلغ العمولة بشكل قطعي وليس نسبي، أم أنها تحديد مبلغ العمولة بشكل نسبي وليس قطعي، أم تحديد مبلغ العمولة بشكل نسبي؟ يا اخوان، نعم، تحديد مبلغ العمولة بشكل قطعي كما ذكرنا ذلك سابقا. مثال على ذلك عملية التحويل مبلغ مثلا من حساب محلي، بنك محلي، إلى حساب في بنك أجنبي بقيمة مثلا 2000 ريال، فقد يتحصل البنك على مبلغ مثلا 20 ريال مقابل هذه الخدمة أو تحويل هذا المبلغ. حتى لو زاد المبلغ كان بقيمة 4000 ريال مثلا أو أكثر أو أقل، تظل العمولة كما هي، تظل العمولة كما هي بقيمة 20 ريال، ولا علاقة لها بحجم المبلغ المحول. واضح؟ طيب، السؤال الثالث والأخير في هذا اللقاء يقول: من وظائف البنك التجاري، هل هو سك وطباعة النقود، أم أن البنك التجاري صيرفي الحكومة ومستشاره المالي، أم قبول الودائع؟ نعم يا اخوان،
طيب السؤال يقول: من وظائف البنك التجاري هل هي سك وطباعة النقود أم صيرفي الحكومة ومستشاره المالي أم قبول الودائع؟ سهل السؤال. ها يا اخوان، هل من اجابة؟ نعم احسنتم، قبول الودائع. نعم، اذا من وظائف البنك التجاري قبول الودائع، بينما وظيفة سك وطباعة النقود وصيرفي الحكومة ومستشاري المالي كلها وظائف لمن؟ من يقوم بها هذه سك وطباعة النقود وصيرفي الحكومة والمستشار المالي له؟ تعتبر وظائف يا اخوان، الوظائف للبنك المركزي، لوظائف البنك المركزي والمسمى لدينا هنا بمؤسسة النقد العربي السعودي. واضح؟ هذه الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة الثلاثة. بهذه الجزئية نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، ولعلنا ننتقل أو نلتقي بإذن الله تعالى بعد قليل في اللقاء الخامس. نلتقي في اللقاء الخامس، نأمل من الجميع الحضور في هذا اللقاء وذلك لأهميته. بهذه النقطة نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلزمكم الخروج والدخول مرة أخرى للقاء الخامس. يلزمكم الخروج من هذا اللقاء والدخول مرة أخرى للقاء الخامس.